برحب بحضراتكم في الفقرة الأخيرة. وزي ما احنا كده بنسمع دايما مع تقدم العمر حاجات كتيرة جدا بتحصل وفي حاجات كده بتبوظ، بس خلينا نتكلم تحديدا أبرز وأشهر الشكاوى والأمراض عند كبار السن، هي يمكن وجع العظام ووجع المفاصل، سواء كانت بقى خشونة، التهاب، هشاشة عظام، حاجات كتيرة جدا يعني بتؤثر على قدرتهم على الحركة والمشي. عشان كده هنتكلم تحديدا في الفقرة دي عن صعوبة الحركة عند تحديدا كبار السن وازاي طرق الوقاية. مع ضيفنا اللي منورنا دكتور باهر السعيد المستشار الطبي لشركة باكس فارما. بونجور يا دكتور. أهلا بيك، صباح الفل. ملف كالعادة في غاية الأهمية، والنهاردة هنتكلم تحديدا عن المشكلة دي بس مع كبار السن اللي هم ربما بيكونوا أكثر عرضة، والموضوع ربما يكون أكثر سرعة كمان للأسف الشديد. خلينا نبدأ بسبب أصلا الموضوع أو بسبب هنا فكرة العظام ومشاكل العظام والمفاصل عند كبار السن. هل دي حاجة قدرية ولا مش شرط كلنا نصاب بيها لما نكبر؟ لا، كبار السن طبيعي أكتر ناس معرضين لخشونة المفاصل، لأن تآكل المفصل بيحصل بشكل طبيعي مع تقدم السن، وخاصة لو الشخص أهمل في فترة الشباب أخذ المكملات أو إن هو ياخد من الغذاء بتاعه الحاجات اللي ممكن يحصل فيها نقص لما يكبر في السن، او برضو الممارسات الخاطئة في فترة الشباب برضو، يعني مثلا لو واحد وزنه بيزيد كل ده حمل على الركبة، لما يكبر هتلاقي يحصل تآكل في المفصل. الخشونة عند الكبار ممكن نشبهها بالمفصلات بتاع البيبان، الباب ده بيبقى بتزيق ده بيبقى خلاص صدت، حصل الصدى ده. نفس الكلام بالنسبة للمفصل نفسه، بيحصل زي الخشونة دي أكن المفصل صدى، حصل تآكل مع الوقت. فاحنا بنقول عشان لما تكبر في السن ما يحصلش الكلام ده، المفروض من وانت حتى في فترة الشباب تحافظ على ركبتك. لو بتمارس رياضة فيها ضغط جامد على ركبتك، المفروض تاخد حاجة أو مكمل يحاول يحافظ على الكولاجين ويحافظ على مرونة الركبة. لو أنت اوريدي كبرت في السن أو اوريدي عندك مشاكل في الخشونة، المفروض برضو تغير نمط حياتك. لو وزنك زايد لا تخس، لو عندك اوريدي شكوى من الخشونة لازم تاخد المكملات الغذائية اللي بتضمن مرونة للمفصل، يعني تساعد الركبة بتاعتك، تساعد المفاصل بتاعتك من أخذ الناقص من المكملات الغذائية اللي ممكن تساعدك. ده نبدأه من سن صغير عشان بقى ما نوصلش لمرحلة ان احنا لما نكبر نصاب بده او نبقى اكثر عرضة، ولا مش على حسب بقى؟ يعني مثلا لو واحد طبيعة شغله فيها ضغط على الركبة جامد وبدأ يحس بمشاكل في الركبة، ياخد مكمل غذائي يحافظ على ركبته من الصغر. لو 3 شهور كل فترة ياخده كوقاية. برضو لو بيلعب رياضة بتسبب ضغط على الركبة نفس الكلام. لو وزنه زايد حتى من فترة الشباب اعمل حسابك ان الوزن الزايد ده ممكن يسبب لك مشاكل فيما بعد. فاحنا بنقيم الموضوع على حسب طبيعة حياتك انت. اوكي، طيب خلينا نرجع تاني لكبار السن، ودلوقتي خلاص الكيس موجوده، نبدا نعمل ايه بقى علشان زي ما حضرتك بتقول الوقايه، وبعد كده نخش على كورس العلاج. الوقايه احنا هنتكلم عن حاجه وقائيه وفي نفس الوقت بتساعد على في العلاج. تساعد، هي مش علاج طبعا، هي تساعد على العلاج. تمام. الوقايه من خشونه الركبه بالنسبه لكبار السن، لو عندك مشاكل وانت بتيجي تصلي بتحس بتعب في ركبتك، وانت بتطلع السلم تزييق في الركبه، ورم في الركبه، شكل الركبه في زي تشوه كده او نتوءات، دي كلها علامات على مشاكل في خشونه الركبه. صحيح. فده بيخلينا نعتمد على حاجه يكون فيها حاجة تبني الكولاجين اللي بيدي مرونة للركبة، اللي بيلين الركبة، اللي بيخليك يخلي الركبة تتحرك بشكل طبيعي. في تركيبة خماسية موجودة في السوق المصري، سعرها هادي جدا، أرخص بكتير من الأنواع المستوردة المبالغ فيها، بس تركيبة مثالية لسلامة الركبة. التركيبة المثالية دي فيها 5 مكونات. تمام. هي الجينجر والبرومالين. الجينجر ده مسكن طبيعي للألم، يعني يعتبر حاجة يعني نقدر نقول بديلة للمسكنات اللي ممكن تتعب معدتك. الجينجر والبرومالين اللي هو مستخلص الأناناس موجود في المنتج بتاع الجوينت بيكس. البرومالين ده عبارة عن مستخلص الأناناس اللي بيقلل التورم بتاع الركبة. معظم الناس اللي عندها مشاكل في الركبة تلاقي ركبتها ورمة وعايزه حاجه تخفف الورم ده، فالبرومالين اللي موجود في الجيم. طب ليه مستخلص الاناناس؟ هو البرومالين اللي مستخلص من الاناناس من ضمن
فوائده الكبيره جدا ان هو بيقلل التورم بشكل ملحوظ، بس بشكل طبيعي. أوكي. مش ماده كيميكالز يعني طبيعيه بالظبط. فالبروملين مع الجينجر موجودين في الجوينت بيكس كتسكين للالم، وبحاجه بتقلل التهاب. الكولاجين بقى بتاع الركبه بيبنى بثلاث مواد موجوده في الجوينت بيكس، اللي هي ماده الكوندروتين، ماده الجلوكوزامين، وماده الهيالورونيك اسيد اللي بتبني شبكه او بتحافظ على شبكه الكولاجين في جسمنا. فالهيالورونيك مع الكوندروتين مع الجلوكوزامين مع الجينجر مع البرومالين، التركيبه الخماسيه دي موجوده في الجوينت بيكس، بتاخد حبيتين بعد الغداء يوميا، قرصين بعد الغداء يوميا لمده 3 شهور، ولو كان في اوريدي خشونه عشان يساعد في العلاج طبعا بياخدوا وقت اطول من كده. ودايما احنا بنقول للناس انك برضو لازم تعتمد على حاجه تبني عظامك، حاجه تحميك من هشاشه المفاصل. فعشان كده برضو بننصح بنوع كالسيوم كويس ونوع فيتامين د كويس. الفيتامين د اللي موجود حاجه اسمها فيدي بيكس، الفيدي بيكس ده تركيز 2000 وحده دوليه. في ناس دايما بتقلق من انها تاخد فيتامين د بدون تحليل، جرعات الفيتامين د المبالغ فيها اكيد غلط او لازم بتحليل، انما هنا فيتامين د تركيز 2000 وحده حتى لو اخدته بدون تحليل مفيش مشكله، لانه ده يكافئ اللي انت عايزه يوميا او احتياج جسمك اليومي. وخاصه ان معظمنا ما بيشوفش الشمس بالدرجه الكبيره، وخاصه ستات البيوت ما بتشوفش الشمس كتير، او حتى اللي بيشتغلوا معظم الشغل في المكاتب ما بيشوفوش الشمس، فبتلاقي ناس كتير جدا مننا عندهم نقص في فيتامين د. فالفيدي بيكس 2000 وحده دوليه حبايه بعد العشاء يوميا هيحمينا من نقص فيتامين د، وهيساعد على بناء العظام لما يتاخد مع نوع كالسيوم كويس اللي هو برضو معانا سي دي زد بيكس. سي دي زد بيكس هو نوع كالسيوم كويس جدا، تركيبته كالسيوم ستريت، نوع الكالسيوم اللي ما بيسببش امساك، ما بيسببش تقلصات، ما بيسببش قلق في المعدة، كل الحاجات اللي هي اللي بيعملها الانواع الكالسيوم الاخرى زي الكالسيوم كربونيت مش موجودة في السي دي زد بيكس. سي دي زد بيكس حباية كالسيوم بناخدها صباحا بعد الفطار، يعني مع اللبن بقى والجبن والحاجات دي هناخد السي دي زد بيكس صباحا، والفيدي بيكس اللي هو فيتامين د ليلا، والقرصين بتوع الخشونه ليلا واتنين بعد بالظبط. اوكي، بس ده عايز بقى مواظبه يعني. بالظبط، عايز يبقى فيه مواظبه كامله. طيب لو اتكلمنا عن بقى مكمل غذائي كمالتي فيتامين مثلا، هل برضو ممكن يبقى ليه فايده هنا؟ في نوع اسمه ال بي مالتي فيت، ده نوع مصري فيه كل الفيتامينات اللي جسمك محتاجها، كنوع فيتامين شامل. ال بي مالتي فيت مميز جدا بقى للناس اللي عايزه تاخد فيتامين شامل، يعني يغطي النقص اللي احنا بيبقى عندنا بسبب ان احنا بنهمل كتير مننا بيهملوا اكل الخضار والفاكهه والحاجات الصحيه. طبعا ده مش كتير، ده يعني كلنا 90% تقريبا. وفي نفس الوقت كمان ناس كتير جدا بتبقى عايزه نوع مالتي فيتامينز شامل عشان خاطر المناعه، عشان خاطر الشعر، البشرة، الضوافر، الكلام ده كله بيبقى محتاج فيتامين شامل. فالمالتي فيتامينز بتاع ال بي مالتي فيت هيدينا الاحتياج ده، وممكن عادي تاخده مع الكورس بتاع العظام ما فيش اي مشكلة. طيب في ناس ممكن تقول لك انا بخاف من الحاجات دي حتى لو كانت انجريدينتس طبيعية، عشان مثلا لو حد عنده في العيلة مرض مزمن او حاجة زي كده، في اي تعارض من اي شكل او اي نوع مع الامراض المزمنة لو احنا بنتكلم عن الكورس ده؟ بالنسبه للفيتامين د هو طبعا تركيزه بسيط خالص، اي حد ممكن ياخده مفيش مشكله، والكالسيوم نفس الكلام. بس احنا دايما بنقول الـ 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 الادويه اللي هي بتاعه المفاصل او المكملات الغذائيه بصفه عامه، احنا لو عندنا مشكله في قرحه المعده مثلا لازم طبعا ناخد حاجه للمعده معاه، ولازم استشاره الطبيب. وبرده لو واحده حامل طبيعي لازم استشاره الطبيب. طب لو حد عنده مشكله كبيره في القلب اكيد لازم استشاره الطبيب. فاحنا بنقول دايما اللي عنده مشكله صحيه لازم اكيد الطبيب بتاعه يستشيره في الادويه دي، انما بصفه عامه هي حاجات امنه، مكملات غذائيه ما فيش فيها اي مشكله. بس دايما الاصحاب الناس اللي عندهم فعلا مشاكل كبيره في المعده، قرحه في المعده، لازم تاخد حاجه للمعده معاها. طيب ممكن حد يكون مثلا ماشي على الكورس وبعد كده في فتره ما هيجري عمليه مثلا، هل التوقف قبل فتره العمليه امر ضروري ولا برضو الموضوع ملوش علاقه؟ برضو دي ترجع للطبيب بتاع الحاله بتاعتها، والطبيب هو اللي بيقرر حاجه زي كده. طبيعي لو داخل عمليه الطبيب بيقول له انت بتاخد دواء ايه، فالطبيب المعالج هو اكيد اللي هيقرر حاجه زي كده. هو ده يعتبر دواء ولا يعتبر مكمل غذائي؟ لا ده مكمل غذائي فقط. يساعد
في العلاج ويستعمل في الوقاية، إنما مش طبعا لا يغني عن العلاج اللي الطبيب كاتبه أكيد يعني. طيب الجوينت بيكس لو اتكلمنا عنه تحديدا دلوقتي، هل مع الرياضيين ممكن برضو ان هو يبقى ليه فايدة كبيرة؟ ده مهم جدا للرياضيين طبعا، وخاصة ان الرياضيين اللي الرياضة بتاعتهم بتحتاج ضغط على الركبة، يعني لعبة الكورة، الناس اللي هم بتوع رفع الأثقال، الألعاب اللي فيها تركيز أو فيها ضغط على الركبة، لا أكيد مهم جدا 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 الموضوع ده، فهتدي زي وقاية حتى من الركبة. يعني أنت لو بتحس إن الرياضة بتاعتك بتعمل لك مشاكل في الركبة بتاعتك، لا ممكن تاخد الجوينت بيكس كحاجة وقائية لمدة 3 شهور، قرصين بعد الغداء يوميا، وتريح زيهم وتاخدها تاني، ما فيش مشكلة خالص. طيب برضو دكتور باهر، أنا بحاول أرد على كل الأسئلة اللي ممكن دلوقتي تكون موجودة في ذهن الناس. يعني ممكن حد يقول لك أنا ماليش مواعيد أكل معينة، لا فطار ولا غدا ولا عشاء، والمكملات الغذائية دي تتطلب فترة الفطار والغدا والعشاء. لو أنا مثلا شخص ما عنديش التزام كده، هل لو كلت وجبة خفيفة أو شربت لبن الصبح أقدر أكل أخد المكمل الغذائي بتاع الصبح؟ ولو مثلا أنا ربطت وجبتين في وجبة واحدة أقدر أخدهم أجمع مع بعض؟ مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. ولا في ضرر ممكن يحصل؟ لا لا خالص مفيش مشكلة. الأهم حاجة مثلا حاجة زي الكالسيوم، ان احنا لو اخذناها بعد اكله يكون فيها كالسيوم برضو ده كويس قوي يعني. يعني بعد اللبن، مع كوبايه اللبن ناخد الكالسيوم زي الفل كده خلاص، مع دي وجبه. كوبايه عصير برتقان واخذنا كالسيوم، الكالسيوم امتصاصه بيزيد بفيتامين سي، فطبيعي لو اخذت مثلا عصير برتقان واخذت معاهم الكالسيوم ده كويس جدا. الفيتامين د بيبقى كويس جدا بعد الاكلات الدسمه، لان فيتامين د حاجه بتدوب في الدهن، فلما ناخد الفيدي بيكس اللي هو فيتامين د 2000 وحده لو اخذناه بعد اي اكله دسمه مهما كانت هذه الاكله، حتى لو بعد كوبايه زبادي، هتلاقي امتصاصه برضو بيزيد جدا. الجوينت بيكس بعد الوجبه الرئيسيه بتاعتك، سواء بقى الوجبه الرئيسيه العشاء او الفطار او الغداء، ايا كان هي الوجبه الرئيسيه بتاعتك، بناخد الحبيتين الجوينت بيكس بعد الوجبه الرئيسيه. طيب لو دلوقتي حد مثلا في محافظه ما وما عندوش امكانيه ان الصيدليات تبقى هناك متوفره او بتخلص بسرعه، بمعنى اصح انا عارفه ان المفروض في كل المحافظات موجود، من خلال الرقم ده ممكن يوصل لاي محافظه؟ بالظبط كده، الرقم ده في التواصل مع الفريق اللي بيرد عليه بالتليفون، بيوجهوهم وبيوصلوا لهم اي مكان طبعا. وفي متابعه او حاجه يعني مثلا من خلال الارقام؟ بالظبط، في فريق مختص بيوجه الناس للجرعات السليمه، ولو في تحاليل او اي حاجه بينصح الناس بيها، فبيتابعوهم من خلال الارقام دي. طيب احنا لسه بنتكلم في الفقره دي تحديدا عن مشاكل العظام والمفاصل لكبار السن. كبار السن في منهم بيعاني من الام ناتجه عن مثلا ظروف مختلفه، وفي منهم بيعاني من الالام نتيجه لحاجه واحده كومن وهي السمنه. انا هنا للشخص اللي هو الكبير في السن اللي عنده سمنه مفرطه، طبعا صعب ان انا اقول له من دلوقتي خس، والخسسان مش هيبقى بسهوله، وبالتالي الضغط على الركبه هتبقى سيئه جدا او سيء جدا، وبالتالي المشاكل هتبقى متزايده. الكيس دي يعمل فيها ايه صاحب الكبير في السن اللي هو العمر الكبير وفي نفس الوقت الوزن الكتير؟ هو الخشونه من اهم اسبابها السمنه، فهو باي شكل من الاشكال لازم برضه ينظم اكله ويحاول في حكايه التخسيس، لازم يخس، وطبعا ياخد المكملات دي كحاجه هتساعده حتى ان هو يمشي. لو هو خايف من المسكنات والادويه اللي ممكن تبقى كيميكالز يعني، وعايز حاجه مكملات غذائيه تساعده، اكيد الجوينت بيكس هيبقى مفيد جدا لما ياخد حبيتين بعد الغداء، وياخد نوع كالسيوم الفيدي بيكس بعد العشاء، والسي ديزيت بيكس بعد الفطار، اكيد دول هيساعدوه بشكل كبير، مع انه يحاول يعمل تنظيم غذائي يغير نمط حياته، حتى الركبه بتاعته ما يضغطش عليها. طيب يعني ما يحاولش يطلع السلم، لو في اسانسير يركز في الاسانسير كده يعني. ده في كيس تحديدا انا اعرفها كده، شخص يعني تقريبا 70 وكبير في السن جدا، وركبته عندها مشكله ومش عارف يخس ومش عارف يعمل حاجه، يعني ده شخص على الاقل خالص يعني ياخد المكملات دي علشان هتساعده يساعد شوية بشكل كبير جدا. هي أكيد المكملات دي مش بتعيد انتاج حاجه، هي بتساعد على مثلا تخفيف الالام، تقويه، يعني خلينا نفهم، بتبني الكولاجين، هو بتعيد بناء الكولاجين كده في اي سن كان، بتساعد على بناء الكولاجين. الكولاجين ده الحاجه الهامه جدا لبناء الغضاريف، الانسجه اللي هي بتاعه الغضاريف اللي بتبقى زي الوساده اللي بتساعد ان المفصل ما يحصلش فيه احتكاك. الكولاجين المكونات دي بتساعد على بناء الكولاجين ده، فبالتالي بيحصل زي مرونه في الركبه مع الاستمرار عليها مع الوقت. هي طبعا مش من اول حبايه ولا حبايتين، بتاخد وقت اكيد، فاستعمال الحاجات
الحاجات دي مع الوقت لا بيحسن بشكل كبير الركبة. كويس قوي. يعني في اي سن كان، حتى لو 80 لو 90 سنه ربنا يدينا العمر، يعني ممكن ان فعلا يعيد انتاج بيساعد على انتاج الكولاجين ويحصل. ويحصل عادي، انما مش خلايا انا اقصد. اكيد انما طبعا مش بديله، مثلا لو الدكتور قايل لحد ده عندك تغيير، هي مش بديل لعمليه تغيير مفصل يعني طبعًا. بس هي الفكره كلها ان هي مكملات غذائيه بتحسن او بتزودك بالناقص عندك. واهم حاجه بتحصل اصلا بعد سن ال 30 حتى مش كبار السن بس، ان انتاج الكولاجين في جسمنا بيبدا يقل بالتدريج لغايه ما بيوصل للسن الكبير ما فيش كولاجين، فاحنا بنحتاج كولاجين من بره، فالكوندروتين والجلوكوزامين والهيالورونيك حاجه بتبني الكولاجين بتاعنا بشكل كبير جدا، فبالتالي بيحسن الوضع، بيساعده حتى لو بيصلي بيطلع سلم بتاع، هتلاقي الدنيا بدات تبقى افضل بكتير. طب حضرتك بتنصح برضو كبار السن اللي هم بيعانوا من مشاكل سواء بالمفاصل او في العظام ومع ان هم بياخدوا الكورس يقللوا برضو حركتهم، ولا الموضوع ازاي؟ يعني هيك بتتكلم هنا ان بلاش مثلا الصلاه وانت لو مش قادر، بلاش طلوع سلالم خالص، ما تضغطش على الركبه. ما تضغطش على الركبه، اي ممارسه ممكن تعمل لو انت اوريدي عندك مشاكل في الركبه، اي ممارسه ممكن تضغط على ركبتك لا قللها على قد ما تقدر. بحيث يعني حتى لو واحد رياضي حتى شاب صغير وعنده مشكله في الركبه بتلاقي المدرب بتاعه بيقول له لا ده انت تريح فعلا. فطبيعي، فانت مع الوقت لا تقلل، حاول تقلل على قدر الامكان تستريح اكتر. بس الحاجات المكملات الغذائيه دي بشكل او باخر هتحسن الوضع بحيث ان هو تخفف الامه مع الوقت. طيب انا اخر سؤال تقريبا للوقت خلاص بينتهي، هل التاثير بيكون من الرجل للمراه مختلف ولا الفكره هي هي او النتيجه هي هي؟ لا اكيد هما نفس الحاجه، بس هي دايما التهابات المفاصل بتزيد عند الستات اكتر بسبب يمكن السيدات يعني بيحصل عندهم نقص في المعادن الرئيسيه الكالسيوم وفيتامين د، بيكونوا اكثر عرضه لهشاشه العظام ايضا. بالظبط، فالحاجات دي بيحسوا بالالم اكتر، فبننصح برضو لو واحده عندها مشكله في الركبه او بدايه مشكله في الركبه تاخد الجوينت بيكس حبايتين بعد الغداء، الفيدي بيكس كفيتامين د بعد العشاء، سي ديزيت بيكس حبايه بعد الفطار، وكمالتي فيتامينز تاخد ال بي مالتي فيت بعد الغداء. ولو حصل لحد نسي اي جرعه من الجرعات دي عادي يكمل تاني يوم؟ مفيش مشكله، بس ما ياخدش حاجه زياده تاني يوم؟ لا نفس لا الجرعه لا، نفس الجرعه عادي مفيش مشكله. انا بشكرك جدا دكتور باهر على المعلومات حقيقي القيمه، واستفدت من حضرتك. هو ملف شائك في الاول وفي الاخر، يعني فكره اصلا هنا كبار السن كمان ومشاكل العظام والمفاصل، ولو ربطناها بالسمنه اعتقد دي في مجتمعنا كمان في مصر بيعاني منها كل بيت مصري، يعني هتلاقي على الاقل فرد بيعاني منها. المنطقه العربيه كلها مش لان مصر ثقافتنا بس. لا ثقافتنا الاكل، ثقافتنا ان احنا بنقول سيبها لبعدين، فبنبتدي ناكل مش هيلثي وما بناخدش بالنا وما بنمارسش رياضه، نيجي نكبر عند سن معين نبدا بقى ناخد نتيجه او نشرب نتيجة للأسف الحياة أو اللايف ستايل اللي احنا يعني تعودنا عليه. دكتور باهر نشوف حضرتك فقرة مختلفة بإذن الله. نورتنا، بشكر حضراتكم أكيد على متابعتنا، ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله من 10 الصبح في الأهلي. مع السلامة.